احنا لاعبين نادي الصيد وجايين هنا زي ما احنا كنا متفقين مع دكتور ابو حكومي ومع اعضاء الجمعيه العموميه هنا ان احنا كنا جايين هنقدم شكوى في نادي الصيد. دلوقتي احنا جينا ومفيش حد بيقابلنا يقول لك كل لعيب شكوى منعنا من الدخول كله لعيب شكوى على حده وكل لعيب يدفع 2000 جنيه اللعيبه ديت قاعده 5 شهور في البيت. انا عاوز اعرف اما كل لعيب من ده يدفع 2000 جنيه 2000 جنيه وبقى لنا 6 شهور قاعدين في البيت هنجيب لهم كل واحد يعني عاوزين 16000 جنيه في الثمان لعيبه ازاي بقى يعني اللعيبه دي هتجيب من ايه؟ حد يشوف لهم حل يا جماعه لان كده في ناس فاتحه بيوت اقسم بالله واسر 2000 الفلوس عشان ايه؟ اقسم بالله 2000 الفلوس عشان احنا جايين هنا واقفين قدام الاتحاد مفيش عضو وراضي يطلع يقابلنا ولا حد راضي يطلع عشان هم لعيبه غلابه ولعيبه قسم تاني لو لعيب اهلي وزمالك هيقف الوقفه دي يعني انا بقول لك اقسم بالله احنا سالفين ال 100 جنيه عشان نجيبها يعني من البلد المحل جاي من المحل احنا سالفين ال 100 جنيه عشان نجيبها هنا بجد والله حسب الله انا عارف فيهم بجد والله يا ريت يا جماعه اللي يشوف الفيديو يعني يقف مع الناس دي ولا اهلي ولا زمالك وما ياخدوش حاجه يعني احنا ولا عارفين نصرف على بيوتنا وبقينا شهر على الدوري مش عارفين لا عارفين كوره ولا عارفين اي حاجه